جالاكسي تي اس 2014 الجديدة بالكامل بجرأة نحو التفرد. عودة لكم، ونذكر في الإيميل وكذلك تويتر موجود أمامكم على الشاشة بإمكانكم مراسلتنا. وضيفنا الكريم اليوم الأستاذ توفيق شقية، الرئيس التنفيذي لشركة الخبرات الدولية للإستشارات. مساك الله بالخير أستاذنا الكريم، ونرحب فيك في أول وجود ويانا. وصراحة موضوعكم جدا مهم وشيق، وأعتقد الحين دول العالم يعني المتقدم دائما يبحثون عن هذه الجودة وعن هذه العلامة بالذات والأعمال اللي تقومون فيها. أنا ودي أوضح أكثر، يعني لو نسأل شنو شهادة الآيزو بالنسبة للشركات هذه؟ أول شيء أرحب فيك أخوي عمار، وأرحب بكافة السادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نظام إدارة الجودة هو من أحد الشهادات العالمية اللي تقدر تطبقها في أي مكان في العالم. نعم. الشركات، المؤسسات، الوزارات، فهي شركة لا يحدها لا جانب ولا مكان. طبعا والشهادات هذه كلها متنوعة ومهمة، في منها في إدارة الجودة، في منها في إدارة البيئة، في منها في إدارة الأمن والسلامة، وفي إدارة المعلومات. تمام. وهذا النقطة اللي حابب أنا أركز عليها اليوم، اللي هي كيفية إدارة المعلومات والمعلومات. شو مقصود إدارة المعلومات؟ يعني في نظام اليوم طلع جديد اسمه آيزو 27001، بالإضافة لنظام الآيزو 9001. هذا نظام إدارة سلامة وأمن المعلومات. اليوم عندك وايد معلومات موجودة بالعالم، بس شلون تضمن صلاحيتها؟ شلون تضمن فاعلية هذه المعلومة؟ وشلون تضمن أن المعلومة اللي قاعدة توصلك مثلا من البورصة واصلة بأسلوب صحيح؟ ممتاز، علمني، قل لي عن الشغلة هذه. يعني لو بندخل ناخذها نقيسها على البورصة، تفضل، شلون نقدر أن احنا نعرف الجودة؟ يعني هل هو القصد تأخر المعلومة، تأخر الإعلان مثلا، هل هذا يعتبر من ضمن الموضوع؟ طبعا، لأن نظام إدارة الجودة هو عبارة عن منظمة، هذه المنظمة موجودة في جنيف في سويسرا، مؤهلة، منسميها باديز، انترناشنال باديز، يعني هياكل دولية. نعم. بتصدر هذه الشهادة. هذه الشهادة هي عبارة عن هيكل في علم إدارة الجودة. أنت اليوم لما تكلم عن أي شركة في العالم أخي عمار، لازم تعرف هل لديها هيكل إداري. اليوم لو طالعت الكويت هتلاحظ أن عندنا الموارد متوفرة، الموارد البشرية متوفرة بغزارة، لكن في عنا ضعف في الأمور الإدارية، اللي هي إنشاء هيكل إداري بيشمل الهيكل التنظيمي، بيشمل إجراء عمليات محدثة، إجراءات عمل موثقة، سجلات عمل. وأهم نقطة اليوم قاعد يصدر نظام جديد بعد 9001-2008، إصدار عام 2015. طبعا هذا الإصدار حيهتم في شيء اسمه الدعم، المراقبة والمساندة، نسميها support, monitoring and evaluation. يعني النظام الجديد كله حيكون عن عملية متابعة عملك. أنت اليوم إذا ما تابعت عملك، أهم نقطة حتلاحظ أن تأثر في عالم الجودة هي ضعف المتابعة، ضعف النظام الإداري والثغرات الإدارية، وهذا يؤثر على أدائك أمام من عملائك، أدام السوق، أدام التنافس العالمي. نعم تمام، معناته أن هناك دور يعني ريادي لهذا النظام، يعني انه يقود العالم. الان الشركات الاجنبيه حتى لو تبي تستثمر، وصححني اذا انا اخطات. نعم. الان شركه كبرى تبي تستثمر بالكويت، هل تبحث عن هذه العلامه؟ بالضبط. يعني انا ودي اعرف ان اهميه هذه العلامه. انا اشتغل بالقطاع النفطي طبعا، مع الشركات النفطيه. تمام. الكي او سي والكي ام بي سي، وهتلاحظ ان في تعاملاتهم العالميه أغلب هالشركات العالمية اللي تتعامل معهم تسألهم هل أنتم حاصلين على هذه العلامة؟ لأن حصولهم على هذه العلامة يوافق بين النظام الداخلي والنظام العالمي المطبق في هذه الشركات. اليوم أنا عضو في أحد اللجان الفنية التابعة لمنظمة الآيزو، وحتلاحظ أن عملي هناك بيأتيني بنسميها statistic أو أحصائيات. نعم. برامج أحصائية. اليوم الآيزو 9000 في أكثر من مليون شركة في العالم حاصلة على هذه الشهادة، تقريبا 70,000 منهم موجودين في منطقة الشرق الأوسط. عجيب. ونقدر نقول 20,000 منهم موجودين في منطقة الخليج العربي. فهذا النظام هو النظام الأوسع في العالم على مستوى الشركات التجارية والمؤسسات. تمام. إذن بالكويت وين موقعنا احنا مع هذا النظام؟ هل ومنو سابقنا من دول الخليج ومن دول عربية؟ يعني؟ طبعا كان لنا موقع ريادة لما دخلنا نظام الآيزو. أتوقع أنا لما بدينا نظام الآيزو بدينا تقريبا في 98،
طبعا من زمان. اي من زمان طبعا صار بالكويت. بالكويت بدا عصر الجوده تقدر تقول في الكويت في 98. كنا متاخرين طبعا يعني اقصد الان احنا مقارنه بالدول الاوروبيه بنسميها دول الاتحاد الاوروبي ومقارنه بامريكا. نعم. اليوم عندك صقور جديده ظهرت في العالم. اليوم عندك الصين هم الرؤساء نظام اداره الجوده داخلين العالم بقوه. صحيح. وعندك الالمان داخلين عالم الجوده في قوه. طبعا في الوطن العربي اليوم اللي داخل الصقر الجديد هو دبي. دبي وبدات في نشر هذا النظام. احنا لازم نهتم بالعمل المؤسسي وتطويره وتطوير العمل المؤسسي بالكويت لاهتمام بدقائق الجوده. اليوم دقائق الجوده بتعني انك تتابع عملك ضمن فتره زمنيه محدده وضمن انجاز محدد. هذا ينقصنا وايد في الكويت. اعتقد لو ركزنا على هذه النقطه كل الشركات بيتغير مسارها العملي ومسارها المؤسسي لما تقدم ميزانياتها لما تقدم شركاتها للعمل في السوق المحلي. تمام. طيب استاذي احنا عندنا في كل فقره في كل حلقه فقره المقوله نشارك فيها ونشارك الساده المشاهدين. طبعا صاحب مقولتنا اليوم هو الفيلسوف والرياضي والفيزيائي الفرنسي ويلقب بأبو الفلسفة الحديثة ريني ديكارت من مواليد 31/3 عام ولد كان عام 1596 توفى في 11/2/1650. كثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده هي انعكاسات لأطروحاته والتي ما زالت تدرس حتى اليوم، خصوصا كتاب تأملات الفلسفة الأولى. الكتاب صدر عام 1641 والذي ما زال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة، كما أن لديكارت تأثير واضح على علم الرياضيات فقد اخترع نظاما رياضيا سمي باسمه وهو نظام الأحداثيات الديكارتية الذي يعني شكل النواة الأولى للهندسة التحليلية، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرن 17 ميلادي، وكما كان ضليعا في علم الرياضيات فضلا عن الفلسفة وأسهم إسهامات كبيرة في هذه العلوم. وديكارت هو صاحب المقولة الشهيرة أنا أفكر إذن أنا موجود. نشوف شنو قال ونرجع لكم. يقول ديكارت، يقول قم بتقسيم كل صعوبة إلى أكبر قدر ممكن من الأجزاء لحلها. يعني ظهرت عندك مشكلة قصصها قصصها قصص صغار صغار عشان تحلها. هل توافق هذا الرأي ولا لا؟ طبعا نحن في علم الجودة عندنا مبدأ طبعا نقوله بالإنجليزي How do you eat an elephant one chunk at a time. أوه شو تاكل الفيل تاكله قطعة 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 قطعة. نعم. اليوم لما تواجه أنت أي مشكلة إدارية داخل شركة قد تكون مشكلة في تعامل مع العملاء، قد يكون مشكلة في التحصيل، قد تكون مشكلة في متابعة ميزانياتك. لا. قد تكون مشكلة في ظهورك للعالم الخارجي. شلون أنت قدام للكاستمر؟ أول شيء لازم تأخذ هذه المشكلة وتدرسها من الأسباب الجذرية نسميها root cause analysis. ولما تحللها you break it into chunks. تأخذ هذه المشكلة وتقصها إلى صغيرة، لأن المشكلة بتبدأ كبيرة. إذا حليتها بشكلها الكبير احيانا حتفشل. صح. نحن ما نبي ما نبي نبني على الفشل. دائما النجاح بياتي الى تصغير المشكله، معرفه الاسباب الجذريه لحلها، وضع الحلول. واليوم في علم الجوده حندخل مبدا جديد هذا مو موجود في الوطن العربي. شو يقول؟ بنسميه effectiveness of action taken. يعني انت دائما بتاخذ حلول للمشاكل اللي بتواجهك، لكن هل هذه الحلول فعاله وناجزه؟ هذا مبدأ مهم جدا. مهم جدا. تمام، راح نفصل فيه أكثر ونعرف وين كذلك الشركات المدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية وين موقعها من الأعراب، والشركات كذلك اللي قمتوا والمؤسسات اللي قمتوا بإعطاء هذه الشهادة، وحتى نقدر نقيس ونعرف إحنا وين وين نقطتنا. عموما نأخذ هذا الفاصل ونرجع لكم، فخلكم ويانا.
جالاكسي تي اس 2014 الجديدة بالكامل بجرأة نحو التفرد. بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا ضيف مميز. احنا مجتمع نبي نلامس الواقع. من واقع ملموس. لازم نعرف ان الطلاق ناتج عن وجود علاجات واثقة. احنا ما نقدر نخلي بناتنا كتالوج. لقضايا اجتماعية. لكن الزواج ان شاء الله كله عسل. بحلول متكاملة. مع الأسف اصبحت هذه الأشياء في عالم النسيان. لفتح كل الأبواب الموصدة. المستشار الثلاثاء السادسة مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن. خالد تكفى لا حط الحرة فيك، خلني أمشي بروحي. دقة يلا تخوفيني. مسكنك يوفي قريبا في رمضان على تلفزيون الوطن. في سبوتلايت هذا الأسبوع. الناس عبالهم المونتز بس يمشون كذي، لازم اذا بتخسرها وتمشي. في رول علشان كذي الغوص سيفتي فيرست. فولو مي بليز. كم ورده زرعت اليوم؟ بقى 20. مدارس الطلبه تخيل رياض الاطفال نخليهم قاعد يزرعون. ترى هم اللي زرعوا اغلب حدائق الكويت. سبوت لايت الثلاثاء التاسعة مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن. أمريكان تورستر الحقائب الموثوقة حول العالم. 1-800-3-4 مستر سوبس أند رابس أطيب شاورما في الكويت. كاديلاك سي تي اس 2014 الجديدة بالكامل بجرأة نحو التفرد. عودة لكم ونذكر في الإيميل وتويتر موجودة معكم على الشاشة للمشاركة. وضيف الكريم اليوم الرئيس التنفيذي لشركة الخبرات الدولية للإستشارات أستاذ توفيق سوقية. عودة لك أستاذ الكريم. زين الحين بالبورصة شو وضع الشركات عندنا؟ أعتقد في ضعف في تطبيق نقدر نقول نظام إدارة الجودة العالمي. أعتقد عالم إدارة الجودة لم يدخل أسواق البورصة يعني لحد الحين في أغلب الشركات وخصوصا في قطاع العقارات في قطاع النفط في قطاع الطاقة. هتلاحظ أن في ضعف في الحصول على هذه الأنظمة الإدارية. فعلا هذا من أضعف القطاعات عندنا. وطبعا من ناحية المعلومات يعني. بالضبط أخي عمار. وفي نقطة مهمة جدا اليوم أي شركة في العالم متداولة تعرف الأسواق الأمريكية الداو جونز. صح. السوق النيكاي السوق الأوروبي. هتلاحظ أن في عندهم صار قوة في مستوى المراجعة الداخلية الإدارية. نعم. هتلاحظ هذه بما أن هذه الشركات ما قاعدة تحصل على هذه الشهادة العالمية لنظام إدارة الجودة اللي هي إصدار 2008 الآيزو 9001 هتلاحظ فيه ضعف في مستوى المراجعة. أتمنى طبعا هذه الشهادة تدخل مثل ما دخلت القطاع النفطي بقوة قطاع الاتصالات. اليوم كل شركات الاتصالات بالكويت حاصلة على وهذا اللي كنت أحب أسأله يعني ودي أعرف الشركات اللي قمتوا في أعطاء هذه الشهادة أو قمتوا في دخول بالإدارة يعني وتعديلها حتى نقدر نعرف يعني تأثيرها في المجتمع. طبعا احنا دخلنا عالم الجوده في القطاع النفط مع شركه نفط الكويت الشركه الرائده كي او سي وتعتبر من الشركات الرائده طبعا يعني. طبعا المعروفه طبعا ومشهود لها. وبعدين انتقلنا الى الكي ام بي سي وبعدين رحنا البي اي سي ودخلنا